السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا تتبع قناة نوستالجيا تي في. مرحبا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله نراكم واحد الجولة في مدينة بركان الحبيبة. إن شاء الله تشوفوا معنا الأجواء في شارع محمد الخامس في هذا اليوم المشمس. كما تشوفوا الحرارة تبارك الله، جو ديال الصيف. الساعة تقريبا في 3 ديال العشية، لكن السيركيلاسيون كاينة، الناس كتمشى، كل واحد غادي يقضي شغالاتو. ندير معاكم واحد الجولة هنا، نوليو مع الطريق ونشوفو فين كاين الأشغال، الفينيسيون ديال الطرقان، هاديك الطريق اللي مور ماكلاتي كتفوت مور فوسط الحي الإداري وتخرج في بني مهدي. نبداو نديرو لها القدرون اليوم، بدات فينا. شوفوا الاجواء من تما كما مصورو لكم جهه بني مهدي. اخواننا بقاو معنا ان شاء الله حتى الاخر الفيديو. مرحبا بكم معنا، والى اللقاء ان شاء الله الى فيديو اخر. وما تنساوناش كالعاده باشتراك في القناه واعجاب للفيديو وتعليقات لمعرفه ارائكم واقتراحاتكم، وشكرا لكم.